وفي إطار تفعيل اتفاقيات التعاون مع محكمة الحسابات التركية يستضيف ديوان المحاسبة برنامجا تدريبيا يضم خبراء من الجانبين الكويتي والتركي تحت شعار التدقيق على تكنولوجيا المعلومات. البرنامج يستمر على مدار أسبوعين ويسلط الضوء على المفاهيم الأساسية لتدقيق تكنولوجيا المعلومات ومخاطرها والخطوات التي يتم تنفيذها في مراحل التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير ومحاور أخرى خاصة بتقنيات تكنولوجيا المعلومات المتطورة. نختار الأمانة المجالات نقاط التميز في هذه الأجهزة ونحاول نعقد إما ورش عمل أو ندوات أو حلقات نقاشية يكون فيها تبادل خبرات ويكون هم يعني يعرضون تجاربهم وإحنا بنفس الوقت ونحاول نطلع بأهم التوصيات والنتائج بنهاية هذه اللقاءات. تكنولوجيا المعلومات لا يقل أهمية عن الحوكمة وعن التنمية المستدامة، وبالتالي يتطرقون إلى أهم الإجراءات التي يجب أن يتخذها المدقق في تحليل المخاطر لتقنية المعلومات وكيفية مراجعة النظم الآلية الموجودة في الجهات المشمولة برقابته.